أهلا بكم متابعينا. بعد الانتشار الرهيب لفيديو غير أخلاقي في الجزائر لفتاة ادعى أغلب من شاهده بأن صاحبته هي اليوتيوبرز الصيفية المسماة الدنيا، وبعد صمت رهيب خرجت هذه الأخيرة بتسجيل صوتي تنفي تماما أنها هي من في الفيديو، وأكدت بأن الفيديو تم التلاعب فيه بتقنية الذكاء الاصطناعي، حيث أن الفيديو قديم وصاحبته الحقيقية هي فتاة مغربية تم استبدال وجهها بالتطبيق الشهير روفيس ووضع وجه دنيا الصيفية مكانه حتى يخيل للمشاهد أنها هي. وتضيف دنيا أن السبب يعود للحسد والحقد من نجاحها في اليوتيوب في تقديم الفلوجات اليومية. وبصوت منهار رددت دنيا: حسبي الله ونعم الوكيل في كل من اتهمني بسوء الأخلاق.